السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سوليبري موديل تشيكر. هو ده مهم جدا عشان تشوف الملفات الـ IFC وتقدر من هنا تشوف الموديل كله وتقدر تيجي تمشي جواه. ممكن تيجي تقول له مثلا بان تحرك الموديل، ممكن تقول له لا أنا عايز سبين ألف بالشكل دوت، ممكن أقول له لا ده أنا عايز ووك همشي في قلب المبنى، عايز جيم. دي ادوات بتساعدك ان انت تمشي في قلب الموديل عشان تعمل سيلكت للعناصر. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز الفيزابيلتي بتاعت الروف مثلا فيبدا يظهر معايا. ممكن اقول له انا مش عايز اشوف الحوائط، ممكن اقول لا عايز اشوف الحوائط. طيب اي حاجه انت بتعمل لها سيلكت بيبدا يجيب لي كل الخصائص بتاعتها، الاي دي بتاعها، اللوكيشن، الكوانتيتي، الماتيريال، الرياليشن، الكلاسيفيكيشن، اللي ساعدني ان انا اعرف كل المعلومات اللي انا محتاجها. وفي عندي هنا خاصية ان انا ببدأ احط في الباسكت السيلكشن، تمام؟ يعني ممكن اعمل سيلكشن للجزء دوت الحتة دي، طيب، وممكن اعمل سيلكت للجزء دوت، وممكن اعمل سيلكت للجزء دوت، والروف خلينا نعمله سيلكشن. طيب بعد ما عملت سيلكشن لكل الحاجات ديت تمام، تقدر تروح تشوف اي خصائص لاي حاجه من الحاجات اللي احنا عملناها لها سيلكشن. هاجي هنا في الفيوز واقول له انا عايز اشوف الباسكت سيلكشن باسكت، هيقول لك ده المبنى كله، ده السايد، ده البيلدينج. هتلاقي بقى ايه الجراوند، دي العناصر الموجوده في الجراوند، السلاب، الستير، اهي الستير، كل الحاجات اللي احنا حطيناها في الباسكت لسه موجوده زي ما هي، تقدر تعمل لها سيلكشن بسهوله.